السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ صافا بخير، كلشي مزيان. اليوم عندي لكم واحد الموضوع حتى هو مهم بزاف، كيسولوني على شنو هو الدروبر بوست واش نديرو ولا ما نديروش في البيكالا. فاليوم غادي نشرح لكم الدروبر بوست، الانواع ديالو، كيفاش كيخدم، وكذلك واش خصك ديرو في بيكالتك ولا لا. اذا الاخوان كيف ما كتشوفوا، فالدروبر بوست هو هذا، يعني عبارة على واحد لاتيج ديال الكرسي، تيج تيليسكوبيك، يعني كتقدو نطلعو الكرسي ونهبطوه من الكيدو بهاد الطريقة هادي فهمتها. وباش يهبط راه مكيهبطش منها الخوت، راه كيهبط بالبوا ديالنا، يعني كنوركو على هاديك المانيطة. صبرو نفيكسيو الكاميرا في الكيدو. إذن الخوت باش يهبط راه ما كيهبطش، حتى كنوركو على هاد الفي هذا وكنهبطوه بالبوا ديالنا عاد كيهبط. الطلوع راه كيطلع بوحدو الاخوان بهذه الطريقه هذه. اذا الاخوان كيف ما كتعرفوا، فغالبا الدروبر بوست كيكون في الدراجات الجبليه، يعني الماونتن بايك والاندورو وحتى التريل بايكس. في الداون هيل ما كيكونش، كاين اللي كيركبوا ولكن غالبا ما كيكونش، حيت في الداون هيل يعني ما كنحتاجوش نطلعوا، لانه الكرسي في البوزيشن ديالو العاليه كيعطينا قوه اكثر في البيدالاج، كنقدو نطلعوا في العقبات فاسيلمون، بيداليو مزيان بالجهد ديالنا. ولكن في الهبطه باش نقدو نحنيو ونخبو للسكوس ونتعوجوا في البيكال على خاطرنا، اذا بقى طالع الكرسي كيبرزط، كيبقى يضرب لينا في رجلينا في صدرنا الى اخره. وكذلك في التنقيز، مع التنقيزه ملي البيكال كتحط وانت كتطرب بحال هكا فوق منها، لكن الكرسي طالع راه كيفرعك. اما لا هبطتي الكرسي بهذه الطريقه هذه، اما لك الكرسي هابط بهذه الطريقه هذه، فهاد المسافه كامله كتقط بومبا فيها نتايا، وكتمتص الصدمه ديال القفزه وكترتاح مع راسك. وكذلك في الهبوط في الدروج بالدراجه الهوائيه ولا في التنقاز كيف ما قلت لكم في الطرق الوعره، يعني الدروبر بوست مهم، كيخليك ترتاح وكتكون واثق من راسك فاش كتكون هابط الا كان الكرسي هابط. كذلك في المانوال، يعني الكابراج بدون بلا ما تبيدالي، المانوال يعني كنحتاجو الدروبر بوست يكون هابط باش كنقدر نرجعو اللور مزيان، حتى كنقربو الرويضه باش كنحولو مركز الثقل ديالنا ما يبقاش هنا، يولي فوق لاكس الرويضه باش كنقدو نهزو البيكالا فاسيلمون. فهذا هو الدور ديال الدروبر بوست الاخوان. الانواع ديالو كاين اللي عنده الخيط الكابل انترنال كيبل روتين دايز الكابل وسطي، يعني ما كيبانش بحال هذا، نقي ما كيبان لك حتى خيط دايز. وكاين اللي كيكون الموديلات القدام كيكون عندهم الخيط هابط من هنا ودايز من روتي برا الكادر ولا مخشي وسط الكادر، ولكن كيكون باين هذا النوع، هذا الموديل القديم. كذلك الموديلات الجداد الاخوان راه كيقدوا يطلعوا ويهبطوا بزاف، كاين مثلا في الاول كانوا 6 سنتيم ولا 10، هذا 15 سنتيم، يعني الكرسي كيقدر يطلع من هنا حتى الفوق 15 سنتيمتر، 15 سنتيم ديال الطلع، ودابا راه ولاو حتى 18 سنتيم، وكنظن 20 راه يكونوا بداو يخرجوا. بالنسبه للماركات ديالهم راه عطا الله، كاين مثلا هذا كاين شوك، كاين روك شوكس، كاين ديال فوكس، كاين ديال كرانك برادرز الى اخره. الدروبر بوست دابا واش خصني نركبو في الدراجه الهوائيه ديالي ولا لا؟ اذا الا كان السوغان ديالك اغريسيف كتبغي تهبط في الهبطه كطير او ميم طون كتطلع في العقبه، يعني كتبيدالي ماشي بحال الداون هيل كتطلع البيكالا في مؤطونوبيله ولا في بحال اللي كيديروا الدراري في مراكش ولا في الجبال مثلا في تيدغين، كيطلعوها على البغال ولا بالطونوبيلات، ماشي مشكله حيت كدي عندك بيكالا ديال الداون هيل، ولكن اللي كنتي انت كتبيدالي كتطلع من الاحسن الكرسي ديالك يكون فيه الدروبر بوست باش تطلعو تبيدالي على خاطرك، ومني تكون هابط باش ترتاح في الهبطه وتكون عندك ثقه في نفسك بانك مرتاح تهبط الكرسي. فننصحك تركب الدروبر بوست. بالنسبه للتركيب ديالو راه سهله الاخوان، فاذا كان عندك الانترنال كيبل روتين راه كدفع الكابل ديالك من الكادر وكتخشي الدروبر بوست وكتحط فيه الكرسي ديالك، اي كرسي كيركب فيه. واذا كان عندك ما عندكش راه كدوزو على برا، والمانيطه ديالو راه عاديه فيها سلك كيجر السلك باش كيولي يهبط ويطلع، والا ترخى السلك يعني في بوزيسيون عاديه راه كيكون بلوكي ما يطلع. هادشي اللي كان الاخوان، كنتمنى تكونوا فهمتوا الدور ديال الدروبر بوست ولا اش كيليق. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيه مع الاخوان ديالكم وتخليوا لي كومنت، وضروري اللايك، اللايك هو اللي كيخلي الفيديو ينتشر عند الاخوان اللي مبليين بالبيكالات. ضروري اللايك الاخوان، وشكرا والى اللقاء في حلقه اخرى.